السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث، حل أسئلة جديدة، تدريبات جديدة على أسئلة اللام الشمسية واللام القمرية وأنواع الواو آخر الكلمة. طبعا هنا أنواع، معلش أراد عذرا، في ألف، في همزة، هنا أنواع آخر الكلمة. طيب، قابلت عمرو ابن عمي في الكلية، ما تصويب كلمة عمرو في الجملة السابقة؟ طبعا احنا قلنا أولاد كلمة عمرو لما بتتنصب الواو الزائدة دي بتتشال وبيتحط مكانها التنوين، فبيبقى شكلها كده عمرا، لازم اكتبها كده. لكن في حالة الرفع والجر شكلها كده عمر وعمر، مفيش مشاكل، عمر عمر، مفيش مشاكل أبدا. لكن عند النصب بيتحط الألف مكان الواو، يبقى أنا أختار الإجابة رقم ب. أي الكلمات الأتية علامة إعرابها الواو؟ يعني مرفوعة وعلامة رفعها الواو. قال لي محو دي أصلية، الهمزة هنا إيه؟ أصلية، تمام، يبقى مش هتنفع معايا. طيب، نامو ده الواو اللي هنا دي ضمير مبني، ضمير مبني في محل رفع، ده مش علامة إعراب، يعني ده فعل، وفي الفعل ما بتبقاش علامة إعراب، بتبقى ضمير، ضمير رفع. أما كلمة نائمون لو تلاحظ هنا يا جميل، عندك كلمة نائمون الواو دي أهي، ده مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأن في نائمون وفي نائمين، يبقى أنا هنا هختار الإجابة رقم جيم. طب ليه ما اختارش دال؟ قال لي دي فعل، وطالما فعل يبقى الواو اللي فيها دي ضمير رفع مش علامة رفع. لازم أفرق ما بين الأسماء والأفعال، في الأسماء بتبقى علامة إعراب، في الأفعال بتبقى ضمير رفع، ضمير رفع وليست علامة رفع. ما نوع الواو في كل من الكلمات الآتية؟ زو وركبوا ويعلو على الترتيب. قال لي على الترتيب يا جميل، كلمة زو دي تبع علامات الإعراب، لأن في زو وذا وزي، زو وذا وزي، بدي علامة إعراب، علامة إعراب، يبقى أنا هشيل جيم وشيل دال، هيتبقى معاك ألف وب. طب ألف علامة إعراب وب علامة إعراب، تعال ندخل على راكبه. الواو اللي في راكبه دي واو زيادة ولا واو تبع الكلمة؟ قال لي يا مستر راكيبة، أكيد واو زيادة. خلاص، الواو الزيادة دي لازقة في اسم بنسميها واو الجمع، لازقة في فعل بنسميها واو الجماعة، واو إيه؟ الجماعة. يبقى آدي الاختيار رقم ألف، خصوصًا إن يعلو فعلًا الواو أصلية. تاني يا ولاد كده، هي الواو لو اتصلت باسم، او لو اتصلت باسم غير لما تتصل بفعل، يعني زي مصريون وهنا يصرون، دي ليها اسمين ودي ليها اسمين، يعني الواو اللي هنا ليها اسمين والواو اللي هنا ليها اسمين. قال لي الواو اللي هنا الزياده اللي في اسم دي، يا اما تقول واو جمع يا اما تقول علامه اعراب، علامه اعراب، معاك اتنين اهو. لكن الواو اللي في يصرون ليها حاجتين، يا اما تقول واو الجماعه يا اما تقول ضمير رافع، بس كده بسيطة، يعني مش معضلة. يبقى انا اختار الاجابة رقم الف. اي الجمل الاتية بها كلمة تبدأ باللام القمرية؟ احنا طبعا جمعنا اللام القمرية في جملة جحا، غبي، فك، مخه وقع، يا اما ابغي حجك وخف عقيمة، دي الحروف اللي بتيجي بعد القمرية، الايه؟ القمرية، غير كده تبقى الشمسية. فهو بيقول لي أي الجمل الآتية تبدأ باللام القمرية؟ السعادة، لو تلاحظ السين اللي بعد الألف واللام مش موجودة في جملة جحا غبي فك مخه وقع، يبقى دي الشمسية، هو عايز القمرية. طيب التأني نفس الفكرة بالظبط، التاء شمسية، السلامة شمسية، الثروات شمسية، الطبيعية شمسية، الناس شمسية، القناعة، شوف شكله بقي ازاي، القناعة، ايه القناعة دي؟ مفيش حاجة اسمها القناعة، القناعة، يبقى دي قمرية. يبقى أنا هختار الإجابة رقم د يا قمر. يعدوا وكتبوا وقائمون، نوع الواو في الكلمات السابقة على الترتيب، الواو دي نوعها ايه؟
قال لي واضح جدا ان يعدو هنا الواو اصليه، طب ليه ما اقولش واو الجماعه يا مستر؟ عارف لو كان كتبها كده اهو، بص دي كده، دي كنت قلت دي واو ايه الجماعه، لكن هو ما حطش الف هنا يا ولاد عشان اقول واو جماعه، تمام كده؟ يبقى دي مش واو جماعه، دي واو اصليه. واو ايه اصليه، يبقى الواو اللي هنا اول واحده اصليه، يبقى انا هشيل دي واشيل دي، هفكر يا جيم يا دال. فالواو اللي في يعدو اصليه، طب والواو اللي في كتبه قال لي دي زياده في اسم للعبه دي لو تلاحظ اهو، يبقى اكيد واو الجماعه اهي، واو الجماعه. طيب وقائمون، قال لي قائمون دي اسم، وطالما قائمون اسم يبقى الواو دي اسمها واو جمع المذكر السالم، اللي هي علامه اعراب لجمع المذكر السالم اهي، واو علامه اعراب لجمع المذكر السالم. يبقى انا هضطر اختار الاجابه رقم جيم. طيب الاجابه طبعا رقم ده الغلط، لان هنا كاتب لي واو اعراب جمع المذكر السالم، ودي فعل اللي كتبوا، دي فعل دي مش اسم، دي اللي اسم. يبقى انا اختار الاجابه رقم جيم. ما نوع الكلمات الاتيه من حيث اللام؟ الوقت، الرحمه، القلب، النجاه. طبعا الواو اللي في الوقت تبع ابغي حجك و وخف عقيمة، يبقى قمرية، يبقى الأولى قمرية، يبقى أنا كده هشيل ألف عشان ما تلخبطش بس، وأشيل دال، هيتبقى معاك به وجيم. طب والرحمة؟ قال لي حرف الراء لا ينتمي لجملة ابغي حجك وخف عقيمة، يبقى شمسية. خلاص كده هي بقى عشان ما تعبش نفسي وأكمل، كده الإجابة رقم به غلط، يبقى هي قمرية، شمسية، قمرية، القلب قمرية، النجاة شمسية. يبقى الإجابة رقم ج. يا طلاب اكتبوا الدرس فكاتبوا الدرس يفهمون سريعا. لازم تحدد يا محترم الأول اسم ولا فعل. يعني إيه يا مستر؟ يعني حدد لي الأول الواو اللي لازقة دي لازقة في اسم ولا لازقة في فعل؟ اللي مش عارف، اللي مش حاجة اسمها مش عارف، الأول حدد. تعال نحدد كده يا ولد. قال اكتبوا دي فعل، اكتبوا فعل، وإحنا قلنا لو الواو لازقه في فعل معاك اختيارين، يا واو الجماعه يا ضمير رفع. لكن لو لازقه في اسم الواو معاك يا واو الجمع يا علامه اعراب اللي هي علامه رفع. تعال نشوف، قال لي اكتبوا دي فعل وفي الفعل كده يبقى واو الجماعه، يبقى انا هشيل به، هفكر يا الف يا جيم يا دال. طيب تعال نشوف كاتبه، في خط هنا تحت يفهمون، معلش يا ولد، كاتبه، كاتبه دي اسم، طب وايه اللي عرفك انها اسم؟ ما ممكن كاتبه يعني اعملوا مكاتبه مع الناس. قال لي الافعال، الافعال لما بشيل منها، لما بشيل منها، لحظه يا ولد بس نجيب صفحه فاضيه. الافعال، ايه الفرق بين كاتبه وكاتبه؟ قال لي طالما شلت النون وعوضت عنها بألف يبقى دي فعل، لكن هنا شلت النون وكفى الله المؤمنين شر القتال، يبقى كده ايه؟ او وكفى الله المؤمنين شر القتال، فهنا دي هتبقى اسم اهو. ليه بقى هنا شلت النون حطيت ألف، لكن هنا شلت النون، عذرا يا اولاد، شلت النون اهو لو تلاحظ، شلت النون وحطيت مكانها الالف، لكن هنا شلت النون وما فيش اي حاجه هنا اهو، يبقى دي اسم ودي فعل. يا ريت نركز في دي يا ولد، ماشي، يا ريت نركز في دي، الله يخليك. واحده تانية، واحده تانية، لو انا قلت قاطعوا وقاطعوا، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لي دي فعل عشان الالف، لكن دي اسم، لان انا لما شلت النون ما حطيتش الف. يا ريت ناخد بالنا منها يا اولاد النبي، وننتبه ليها عشان دي مهمه قوي. يبقى هنا كاتبه اسم، واحنا قلنا في الاسم هنا لو تلاحظ في الاسماء، هنا اهو في الاسماء بتبقى يا واو جمع يا علامه اعراب، يا واو جمع يا علامه
إعراب، واو جمع أو علامة إعراب. بص كده الإجابة رقم د، واو الجماعة صح، اكتبه هنا. واو علامة رفع جمع المذكر السالم. طب يفهمون دي فعل، يبقى واو الجماعة، يبقى الإجابة رقم د، خصوصا إن دي واو الجماعة في فعل، واو علامة رفع جمع المذكر السالم في اسم، واو الجماعة زيادة في فعل، عشان كده اخترت دال. أي أنواع الواو في الكلمات الآتية واو الجماعة؟ قال لي واو الجماعة يعني لازقة في فعل سعادتك، لازقة في فعل. طب منتبهون دي اسم، يدعو دي أصلية، قالوا هي دي يا باشا. طب ما انت عندك يا مستر اكرمتموني، اكرمتموني. قال لي نفس الفكرة بالظبط يا اولاد، هنا قالوا الواو هنا واو منتهية في بواو الجماعة، نيجي هنا لكلمة منتبهون. يبقى اي انواع الواو في الكلمات الاتية واو الجماعة، منتبهون، يدعو، قالوا، أكرمتموني. يبقى أنا اخترت كلمة قالوا. طبعا في بعض الطلبة، رحت عملت قهوة ومين، في بعض الطلبة هتروح تقول لي ليه ما اختارش منتبهون؟ قلنا عشان اسم. طب ليه ما اقولش يدعو؟ علشان أصلية. طب ليه ما اقولش أكرمتموني؟ ما هي مصدر متصلة فعل. اه صعبة دي، يعني ايه يا بابا؟ قال لي مش انت قلت يا مستر زيادة في فعل؟ اه تصدق، ما دي تبقى واو جماعة تتعرف فاعل. قال لي لا يا باشا، لو جت قبليها التاء او التاء دي اللي تاء الفاعل، دي اللي تاء الفاعل، وبالتالي تصبح هذه الواو هي واو، خد دي بقى عندك، واو الإشباع وليست واو الجماعة. برافو. لا مش برافو ليكوا، دي برافو ليا. اصل دي تغرق، دي ايه؟ تغرق الطلبة. يعني نجيب ليها جملة كده، نجيب ليها ورقة فاضية. بص يا سيدي، بص يا عمر، ايه الفرق ما بين اكرم موني واكرم تموني؟ الله الله على دي، الله الله الله، وهنا سأصمت قليلا احتراما وتقديرا لهذه اللعبة. اللعبة دي مش هتلاقيها غير عند أحمد الكشف. بطل غرور يا مستر، هتتهد، هتتبطى يا مستر. ماشي حقك علي، أنا آسف، بس هو عجباني يا وصل الله. قال لي الواو اللي هنا يا ولد أكرم، مين اللي أكرم؟ الواو، هما اللي أكرموني، يبقى دي واو الجماعة، ما فيش مشاكل. لكن أكرمت تم أكرمتم، كنتم، دي اللي فاعل، فبالتالي تسمى هذه الواو واو الإشباع، لا محل لها من الإعراب. أعرفها منين؟ في فرق ما بين أكرموني وأكرمتموني. إشباع الضم بتاع الميم اللي هنا، أكرمتمو، أكرمتمو، اسمها واو الإشباع، ودي مش تبع أنواع الواو اللي هي بتتعرب، ولا تتعرب واو جماعة، ولا واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ماشي، طب والتاء دي تاء ايه؟ دي تاء الفاعل، يبقى الواو دي واو الإشباع، واو الإشباع. دي العباقرة الفاروقية طبعا، سنتر الفاروقية، عباقرة سنتر الزهرة، عباقرة سنتر عمر، عباقرة سنتر أكاديمية الخمسين. طبعا دول يا ولاد يعني اشطر طلبه عندي، بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، وطبعا كل السناتر والله بسم الله ما شاء الله عليهم، بس هم دول معقربين شويه، بيحبوا يفعفعوا ويدوروا على الحاجات اللي زي دي. نركز فيها تاني، اكرموني واو الجماعه، اكرمتموني دي واو الاشباع، زي احترموني واحترمتموني، دي اسميها واو الاشباع. يا رب ما تيجي في الامتحان، لانها وقت في الامتحان هتغرق معظم الطلبة. يبقى أنا اخترت جيم. المكافئون في أعمالهم يهفون إلى النجاح دائما، ما علامة إعراب يهفون في الجملة السابقة؟ طبعا ده فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة
بتبقى مرفوعة بثبوت النون، ثبوت ايه؟ النون. ذو الهمم لا تتوقف طموحاتهم. ما نوع الواو التي تنتهي بها الكلمة ذو؟ طبعا ذو دي تبع الواو دي اسمها واو جمع المذكر السالم. واو جمع المذكر السالم اللي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم. يبقى انا لما اجي اختار هختار الاجابة رقم د. هتقول يا مستر دي علامة رفع الاسماء الخمسة، انت قصدك على ذو يا محترم، يدخل ذو في ذو. اه دي علامة الرفع الواو ودي علامة الرفع الواو، بس دي علامة رفع جمع المذكر السالم، يبقى انا هختار الاجابة رقم د. عين عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وليا على مصر، لماذا زيدت الواو في عمرو في المثال السابق؟ لا مش قصدي كده يا مستر، هو مش احنا قلنا هي دي مش عمرو مفعول بها يا مستر؟ اه مفعول به في ايه طيب؟ انت عايز ايه مني؟ مفعول بها يا مستر؟ اه طب مش انت قلت لما بتتنصب بشيل الواو واحط الالف؟ اه تصدق انا قلت كده. طب وبعدين احنا نمشي وراك في ايه بالظبط؟ انت عايز ايه مننا يا مستر بالظبط؟ مش عايز حاجة والله، في ايه؟ طب ما تفهمها لنا. طيب ماشي عايزين نفهمها. انت المفروض قلت لما اقول احترمت عمرو اكتبها كده عم رن، اهو جاي دلوقتي بتقول لي اسيب الواو؟ مش انت قلت الواو بتتشال ونحط مكانها تنوين؟ قال لي عشان خليناها كده. بص احترمت، ركز معايا بقى في المثال، ركز في المثال عمرو. لا مستر يا مستر ركز في دي يا مستر. طب اصبر عليا بس. احترمت عمرو ابن العاص عشان كلمة ابن ولد، ما ينفعش احط الالف هنا لمنع اللبس، لان ممكن الناس تقول دي كلمة ابن فتم حذف الالف. لكن لو عمرا كده مفيش مشاكل، يعني اقول احترمت عمرا ابن عمي، اهو مفيش مشاكل، لان دي مش عمرو ابن، ما وقعتش بين علمين فرجعت الالف. يعني لو كلمة ابن الالف بتاعتها راجعة، رجع انت الف عمرو هنا في النصب، لكن هنا ابن مش موجودة يبقى خليها واو زي ما هي، واو زي ما هي. مثال تاني اهو، مثال تاني، مثال تاني يا محترم، ما تخافش ما تقلقش لا تقلق. انا لو قلت مثلا سمعت عمرا في الطريق، ماشي، لو تلاحظ انا عملت ايه؟ شلت الواو في حاله النصب اهي. طيب ما دي فاهمينها يا مستر، ايه المشكله بقى؟ لو انا بقى رحت قلت سمعت ابن محمد، اي عمرو مثلا، عمرو ابن محمد في الطريق، شوف كتبتها ازاي؟ ركز كده، خوفا ان الناس تفهم ان دي ابن الالف. لو انا حطيت الالف هنا في عمرو ممكن تتفهم ان الف ابن رجعت، الف ابن رجعت، لا. فلو جت ابن محمد بالطريقه دي ارجع الواو، لكن كده في المثال اللي فوق هتبقى عمرا واشيل الواو واحط الالف. وفي الحالتين هي مفعول به منصوب. اللعبه دي مهمه جدا يا ولد. مفعول به منصوب. يبقى سمعت عمرا في الطريق، لكن لو قلت سمعت عمرو ابن فلان لا لازم ارجع الواو منعا للبس، منعا لللبس. الحته دي مهمه جدا يا اولاد، واحد الحاجات المهمه جدا في التعبير، مهمه جدا في اسئله التعبير اللي بتجيلك في الامتحان. يا ريت يا اولاد لما يبقى في حاجه زي كده خد لها سكرين شوت، الكلمه الوحيده اللي حافظها في الانجليزي مش قوي يعني. نرجع للاسئله تاني. ها يبقى لماذا زيدت الواو في عمرو في المثال السابق؟ اهو عمرو بن العاص، لانها منصوبه غير منونه، ما قدرتش انون. ليه ما قدرتش انون؟ عشان كلمة ابن الالف بتاعتها محذوفة. قائل الصدق ينجحون في حياتهم، اعرف ما تحته خط. طبعا دي جت اول الكلام، ماشي يبقى مبتدأ. طب ما هنا يبقى دي غلط ودي غلط، معاك مبتدأ مرفوع ومبتدأ مرفوع. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. اين النون يا مستر؟ قائلون حذفت للإضافة، حذفت للإضافة، النون بتحذف للإضافة. تمام يبقى أنا هختار جيم. قال الشاعر
أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ صدفاتي طبعا دي استعارة تصريحية عن جمالي يعني، والدر استعارة تصريحية. طيب خلينا دلوقتي يا مستر في النحو، الله يهديك عشان ما نتلخبطش، احنا عايزين نوع اللام في البحر والدر والغواص. طبعا البحر تبع جملة ابغي حجك وخف عقيمة، جحا غبي فك مخه وقع، يبقى دي قمرية، يبقى انا هحذف ألف وأحذف دال. طب والدر قال لي الدال مش تبع ابغي حجك وخف عقيمة، يبقى شمسية، يبقى كده أجبرت على اختيار الإجابة رقم جيم، خصوصا إن الغواص الغين تبع ابغي حجك وخف عقيمة. قال المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ودي طبعا بيت شهير كناية عن الشهرة، إن هو مشهور، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. سيف والرمح كناية عن المقدرة القتالية، والقرطاس والقلم كناية عن المقدرة الأدبية. أما الخيل والليل والبيداء تعرفني فهي كناية عن الشهرة. هذا البيت قاله أبو الطيب المتنبي. جميع الكلمات المعرفة بألف البيت السابق لمها قمرية ما عدا واحدة بس. أيوة سمعكم بتقولوها هنا، السيف صح، والليل صح. لا يا مستر، طب نجربها تاني. جميع الكلمات المعرف بألف البيت السابق لها قمرية ما عدا ابغي حجك وخف عقيمة. هنا السؤال كده في الاختيارات فيها غلط. جميع الكلمات المعرفة بألف البيت السابق لمها قمرية، السيف، الليل، دي شمسية، وهنا السيف والرمح برضو شمسية. في غلطة في السؤال، أنا آسف. يبقى هو يا إما عايزني دول يبقى كاملة على بعضيها، الليل والسيف والرمح، يبقى كده الإجابة رقم ألف. عذرا يا ولد، الإجابة رقم ألف، لأن أنا لقيت إجابتين بس موجودين هنا، هو السيف والليل، دي شمسية ودي شمسية. طبعا دي غلط، لكن هو عايز يجيب جميع الكلمات، يعني إن الليل شمسية والسيف شمسية والرمح شمسية. تمام، يبقى كده المثال اللي جايب كله مع بعضه اللي هو الإجابة رقم ألف، هنختار الإجابة رقم ألف أهو عشان ما نتلخبطش، بس عشان ما نتلخبطش أهو كده الإجابة رقم ألف هي الصح. الإجابة رقم ألف هي الصح لأنها جمع ثلاث كلمات، لكن به لما الاتنين بس وجيم جايبة اتنين بس، وده كده كده غلط. المغنون يشدون بأجمل الأغاني، المغنيات يشدون بأجمل الأغاني. واللعبة دي اديتها لك وكتبتها لك على السبورة، اديتك منها ثلاث أربع أمثلة أو خمس أمثلة تقريبا، فاكر؟ الأولاد يسمون والبنات يسمون. احنا قلنا مع الأولاد الفعل بيبقى على وزن يفعون، عشان واو الجماعة اللي أنا زودتها وحذفت الواو الأصلية، فأنا عايز يفعون. لكن هنا طبعا دي يفعون، أي يفعون، لكن هنا يشدو على وزن يفعل، وزودت أنا نون النسوة عشان المغنيات مؤنث، المغنيات مؤنث، يبقى النون دي نون إيه؟ النسوة، أي يشدون يفعلن يفعلن. طيب يبقى الأولى يفعون، الثانية يفعلن، فينها بقى؟ يفعون ويفعلن، أهي يا ولد، يفعون ويفعلن، الإجابة رقم جيم. أي الكلمات الآتية تنتهي بواو أصلية؟ طبعا احنا قلنا الواو الأصلية ما بيبقاش بعديها ألف، يعني دي لو تلاحظ بعديها ألف، دي لا، دي واو الجماعة. نفس الفكرة في يسارعون، واو الجماعة. أما معلمون فدي اسم، وطالما اسم يبقى واو الجمع، واو الجمع.
يبقى هنا هختار كلمة يصبو. طالبون العلم يوفقهم الرحمن. أعد كتابة الجملة بعد تصويب الخطأ. هنا لو تلاحظ حط النون اللي احنا قلنا عليها من شوية، النون دي اللي هي بتحذف عند الإضافة. تحذف عند الإضافة، وطالما بتحذف عند الإضافة يا أولاد يبقى لازم أشيل النون. طب هو قال طالبون ولا طالبو؟ قال طالبون، يبقى خلاص تبقى طالبو. طب أنا لما بشيل النون في الأسماء بحط ألف ولا لأ؟ برافو عليكم، أشيل النون وما أحطش ألف، ما يبقاش فيه ألف، يبقى أنا هقول طالب العلم يوفقهم الرحمن. الإجابة رقم باء. طب ليه مش ياء مش دال؟ قال لأن دي بالنصب والمفروض إن دي مبتدأ، يبقى أختار طالبه لأن طالبه دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طب ليه ما اختارش ألف؟ بسبب الألف اللي حطها. المريض لم يشكو مرضه إلى الطبيب. أي من الآتي يشتمل على الصورة الصحيحة للفعل يشكو عند تحويل الجملة السابقة إلى الجمع؟ يبقى أنا أخد بالي بس من كلمة لم، إن لم دي بتجزم، الله يبارك لك. والفعل المضارع لما بيتجزم عندك ثلاث حالات، يا تجزم لي بالسكون، يا تشيل حرف العلة، يا إما تشيل النون بتاعت الأفعال الخمسة. طب هو عايز يشوفك لما هتجمعها وهتخليها فعل من الأفعال الخمسة هتعمل إيه في النون؟ هطيرها، هطير النون وأحط ألف ولا أسكت؟ لا هحط ألف لأن ده فعل مش اسم. طب خلاص يا باشا، يبقى كده هنروح للإجابة رقم دال. هنا شال النون ومعوضش عنها بألف، هنا ما حذفش النون مع ان لم بتجزم، هنا حذف النون وحط واو تانية زيادة معرفش جابها منين. يبقى المرضى لم يشكو مرضهم الى الطبيب. طبعا ده هيبقى فعل مضارع مجزوم، اهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. العلماء لم يرجون الفضل إلا من الله. طبعا لم هنا أداة جزم، لم أداة جزم، وهنا أداة الجزم لازم تطير النون، طير لي النون وحط لي ألف نفس اللعبة اللي فوق. يبقى العلماء لم يرجوا الفضل إلا من الله، أهي الإجابة رقم جيم. الطلاب لم يمحون ما كتبه المعلم، نفس الفكرة بالظبط، هي هي لم بتجزم، هتجزم تطير للنون وتحط ألف، طير النون وحط ألف، يبقى الإجابة رقم باء. قال الشاعر ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. يعني هو بيقول أنا ما بيضرنيش حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير، يعني اللي بيشتغل كتير بيحسده اللي ما بيشتغلش، فدايما يعلق الشماعة على غيره، يقول لك ده فلان هو السبب، ده فلان هو السبب، انت بترمي الشماعة بتاعتك على غيرك. ما إعراب ذو في البيت السابق؟ مين اللي بيحسد؟ ذو التقصير هم اللي بيحسدوا، يعني من قام بأداء الفعل ذو التقصير. زائد ان كان الأستاذ بتاعنا قال لنا قبل كده ان الهاء دي دايما ضمير نصب في الأفعال، ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، يبقى زو هنا فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو بتاعت جمع الملحقات، يعني اللي هي على الرغم ان في ناس معترض ان دي ملحق بجمع المذكر السالم او لا، لكن هي بتأخذ اعراب جمع المذكر السالم رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء، وطبعا التقصير مضاف إليه. يبقى أنا هقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو اللي هي الإجابة رقم ألف. يحسد الخير صانع المعروف. يحصد الخير، مش دي يا مستر يعني برضو نفس تقريبا نفس الفكرة؟ شقلبة، يعني ايه شقلبة؟ يعني هو مين اللي بيحصد يا مستر؟ اللي بيصنعوا الخير واللي بيصنعوا المعروف بيحصدوا ايه؟ بيحصدوا الخير، مش اقلب. انما يخشى الله من عباده العلماء
إنما يخشى الله، الله مفعول به لفظ الجلالة، والعلماء فاعل بس الجملة مقلوبة. هنا نفس الحكاية، يبقى صانعه هنا إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وحذفت النون للإضافة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. الإجابة رقم دال، والنون اللي في صانعون اتحذفت ليه؟ للإضافة. ما وزن الفعل في جملة الطالبات يرجون النجاح من الله؟ طبعا احنا قلنا مع البنات على، مش هي يرجو اصلا اهي، يرجو ودخلت نون النسوة، يبقى ادي يفعل ودخلت نون النسوة اهو، يبقى يرجون على وزن يفعل. وأولو المعارف يجهدون لينعموا، نوع الواو. طبعا الواو الأولانية دي بتاعت الملحق بجمع المذكر السالم، يعني علامة إعراب جمع المذكر السالم، يعني ألف غلط وجيم غلط، اتبقت معاك ب ودال، ادخل على تاني حاجة، يبقى دي جمع مذكر رفع في الملحقات بجمع المذكر، تمام. طب ويجهدون دي فعل ولا اسم؟ قال لي فعل. طب ينعموا؟ قال لي دي فعل. يبقى الاتنين يا باشا واو جماعة، واو ايه؟ جماعة، اللي احنا بنسميها واو الجماعة دي بنسميها ضمير. تعال نشوف الأولى، واو علامة إعراب جمع المذكر السالم صح. طب هنا بيقول لي واو أصلية. لا يا راجل، لا لا لا، واو أصلية ازاي؟ أصلية ازاي؟ طب تعال نشوف دال، دال بيقول لي واو علامة إعراب جمع المذكر السالم صح، واو الجماعة أهي يا ولاد، واو الجماعة أهي عشان دي فعل، والتانية واو الجماعة برضو، أيوة أهي، يبقى الإجابة رقم د. ما نوع الواو في الفعل الموجود في جملة الفتيات يدعون الله؟ قال مش احنا قلنا الواو اللي مع البنات اسمها واو ايه؟ أصلية؟ الواو في اللعبة دي يعني يسمون يرجون، بس احنا ما بنقولش يرجون، يرجون فدي اسمها واو أصلية، واو أصلية. عارف لو هنا الأولاد كنت اخترت واو الجماعة. الشباب يبدون متحمسين في الحفلات، والفتيات يبدون مسرورات في الحفلات. نفس الفكرة بالظبط، الواو اللي مع الأولاد واو الجماعة، والواو اللي مع البنات واو أصلية. أهي الإجابة رقم ألف. انتبهوا أيها السادة، استفادوا يستعدون يرجو. أي الكلمات الآتية ما فيهاش واو جماعة؟ قال لي دي فعل يبقى جماعة، ودي فعل يبقى جماعة، ودي فعل يبقى جماعة، ودي واو أصلية. خصوصا إنه بعد ما يعني ما لما كتبنا الفعل أهو يرجو، ما فيش هنا ألف، لو في ألف كنا قلنا واو جماعة، لكن ما فيش ألف، يبقى دي واو أصلية. أي كلمة من الكلمات السابقة لا تحتوي واو جماعة هنختار يرجو. الشكر والعلم والصوم والناس والظلام، أي الكلمات السابقة لامها قمرية؟ الشكر شمسية. أعلم أعلم يا مستر، إيه أعلم ده يا مستر؟ خلاص يبقى قمرية يا سيدي أهو، قمرية. الصوم شمسية، الناس أهو ما نطقتش اللام، الناس شمسية، الظلام شمسية، خصوصا جملة جحا غبي فك مخه وقع هتريح لك الدنيا، دي القمرية غير كده شمسية. يبقى أنا هختار العلم. الكتاب واللهفة والمفتاح والقلم، أي كلمات السابقة لامها شمسية. الكتاب قمرية، المفتاح قمرية، القلم قمرية، لكن اللام ألف لام لام دي تعرف إنها شمسية. يبقى أنا هختار الإجابة رقم د. ما الكتابة الصحيحة لما تحتوي خط في جملة رأيت عمر في الطريق؟ عمرو أنا آسف، دي مش عمر لأن العين عليها فتحة. قال لي لازم أكتب التنوين، لازم أنونها وأحط ألف، يبقى رأيت عمرا عمرو، لأن عمر شكلها ما بيبقاش كده أبدا، عمر ما تبقاش كده أبدا، عمر بتتكتب عمر أهو عمر، لكن عمرو هي اللي فيها تغييرات، يبقى عمرا في الطريق. طب إمتى أقول رأيت عمرا والواو تبقى مكتوبة رأيت عمرا؟
قال لما يجي بعديها كلمة عمرو بن الخطاب، عمرو بن سعيد، عمرو بن مدحت، أهم حاجة كلمة ابن تبقى مكتوبة. يعني لو احنا شرحناها من شوية بس أنا حاسسكم متلخبطين فيها مش عارف ليه. بص يا ولاد، لو أنا قلت عمرا، لأن هنا مفيش كلمة بن، يعني لو أنا هكتب كلمة عمرو كده أهو، نجيب بس سبورة فاضية أهي تاني أهي. بص يا ولاد، عشان تخلص خالص من مشكلة عمرو أهو، إمتى أكتبها كده وإمتى أكتبها كده، دي منصوبة ودي منصوبة أهو، طريقة سهلة جدا أهي. إمتى أكتب عمرا المنصوبة كده وإمتى أكتب عمرو المنصوبة كده؟ قال لي هتكتبها عمرا كده طالما إنه كلمة بن مش موجودة أهو، تكتبها كده أيا كانت الكلمة اللي هنا بقى. لكن المشكلة تكتب كده لما ألاقي هنا عمرو بن العاص أهو، عمرو بن العاص، لأن أنا ما ينفعش أحط ألف مكان الواو دي، خوفا إنه يتقال إن الألف اللي هحطها هنا بتاعت مين؟ بتاعت ابن. يبقى أنا هكتب عمرا في أي مثال منصوب بالطريقة دي، إلا لو المثال في كلمة بن اللي إحنا بنقول عليها ابن، يبقى دي صح ودي صح، طالما ابن هنا مش مكتوبة وطالما ابن هنا مكتوب. أي الكلمات الآتية بها واو زائدة؟ طبعا الواو الزائدة كلمة عمرو معروفة، واو زيادة، واو زائدة، هي واو فارقة، لكن دي أصلية دي أصلية دي أصلية. ما إعراب ما تحتوي خط في جملة العلماء يصبون إلى راحة البشرية؟ طبعا ده فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لكن ما تقوليش خبر. خبر إيه؟ في فرق ما بين الأسماء والأفعال، في فرق ما بين الأسماء والأفعال. يبقى ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة فاعل. يكتسب الطفل اللغة من وسطه الاجتماعي، نوع اللام في كل من الكلمات الآتية. الطفل شمسية، تمام، اللغة شمسية، الاجتماعي قمرية، يبقى الإجابة رقم جيم. الحسنة والسيئة والمعروف واليم والبركة، أي الكلمات السابقة لامها لام شمسية؟ طبعا مفيش غير واحدة بس اللي هي السين يا ولاد، السيئة، السيئة، الباقي كله تبع جملة جحا، غبي، فك، مخه وقع، قمرية، يبقى اختار السيئة. عاد الأب من العمل متأخرا، أي الكلمات الآتية علامة إعرابها الواو ويمكن وضعها مكان كلمة الأب، بحيث يبقى أب واحد برضه، أب واحد بس، يبقى علامة رفعها الواو. أبواهما هنا، أبواهما، لا دي علامة الرفع الألف. أبواهم الجملة خطأ أصلا، أبوي فيها يه، يبقى أبوهما لأنه تبع الأسماء الخمسة، يبقى دي الوحيدة اللي علامة رفعها الواو، وعايز علامة الرفع الواو اهي. قال أحمد شوقي: يسمون بالأدب الجديد وتارة يبنون للأدب القديم رواقة، ما وزن كل من ما تحته خط في الأبيات السابقة؟ يعني شوية ظهري وجعش. أل يسمون أصلها يسمو، ويبنون أصلها يبني، فكده في الحالتين أنا شلت اللام، شلت اللام، يبقى يفعون ويفعون، يفعون ويفعون، لكن لو قلت يشربون على وزن يفعلون. طب اشمعنى هنا يا مستر قال يشربون؟ انا ما شلتش منها حاجه، هي يشرب وزودت الواو نون، وزودت الواو نون، لكن في يسمون هي يسمو، انا زودت الواو نون، حذفت دي. يبنون هي اصلها يب نون اهو، شلت ليه، يبقى لازم اشيل اللام، فتبقى يفعون ويفعون، عشان في حرف العله المعتل اللي في الاخر انا شلته وزودت مكانه الواو نون. أعد مهندسون المشروع تصميما للمبنى وشرعوا في التنفيذ، أي من الآتي تصويب للعبارة السابقة؟ طبعا أنا بدل ما أختار أروح على الجملة أجري أشوف أنا إيه اللي غلط فيها أصلا. قال لي أعد مهندسون المشروع، تشال النون واسكت. يعني إيه واسكت يا مستر؟ مش شلت النون أحط ألف، ده في الأفعال،
دي اسم، اشيل النون واسكت. طب انا شلت النون اصلا ليه؟ قال لي لان جه بعديها مضاف اليه. سهله بسيطه يعني، هي ما فيهاش مشكله خالص. طيب شرعوا، شرعوا، مش انت شلت النون؟ اه طبعا ده فعل ماضي، فعل ماضي طبعا. ده دي واو الجمع، واو الجماعه انا اسف، فواو الجماعه يجي بعديها الف عشان افرق ما بين الاسم والفعل، بس افرق ما بين الاسم والفعل. يبقى انا هختار الاجابه رقم، اعد مهندس المشروع تصميما للمبنى وشرعوا في التنفيذ، الاجابه رقم جيم. ليه في الاسماء شلت النون ما حطش الف، في الافعال شيل النون حط الف؟ اي الجمل الاتيه تشتمل على كلمات تبدا بلام قمريه؟ برع شعراء الجاهليه في ارتجال الشعر، ابغي حج ج ج ج ج ابغي حج اهجي مهي. خلاص خلصت على كده اهي، خلصت، لان الباقي كله شمسي ودي اللي قمريه. يبقى اختار الاجابه رقم الف، لكن ده غلط. اذا تكلم اولو الفصاحه ابهروا الناس، نوع الواو في كلمه اولو. واحنا قلنا الواو اللي في كلمه اولو دي علامه اعراب تنتمي الى جمع المذكر السالم والملحقات به، يبقى علامة الإعراب. ليه؟ قولوا في منها قولي، لو تلاحظ أهي. إن عمر قد دعا صديقه عمرو إلى زيارته، أي من الآتي تصويب للجملة السابقة؟ طبعًا عمر دي شكلها مش هيتغير، هي المشكلة في عمرو. هو دي عليها ضمة هنا ودي عليها فتحة. يبقى دي عمر ودي عمرو. يبقى أنا هقول إن عمر عايزها منصوبة عادي. يبقى دي غلط ودي غلط، لأن الواو ما بتحطش في عمر، بتحط في عمرو. عندك إن عمر قد دعا صديقه عمرًا إلى زيارته، يبقى أنا هختار الإجابة رقم ج. ليه يا مستر؟ مش إحنا قلنا كلمة عمرو عند النصب بيبقى شكلها كده؟ خلاص أهو، شلت الواو وحطيت الألف. أي الجمل الآتية بها كلمات تبدأ باللام الشمسية؟ الأمانة، خلق حميد، دي قمرية سعادتك مش هتنفع معايا. النجاح، التوفيق، آدي الشمسية، لأن العمل قمرية، الكلام قمرية، مينفعش أقول الكلام. أولو العلم يحترمهم الناس، ما إعراب ما تحته خط؟ طبعا دي قلناها قبل كده، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الإنسان هو محور التنمية في البلاد المتقدمة، نوع الكلمات التي تحتها خط في المثال السابق من حسب نوع اللام. طبعا الهمزة والألف عامة دي قمرية، الباء تبع ابغي حجك قمرية، الميم تبع ابغي حجك وخف عقيم ما قمرية، يبقى كلها قمرية يا باشا، كلها قمرية. أي الكلمات الآتية تشتمل على واو أصلية؟ يعني أعتقد كلكم جبتوها لوحدكم عشان الواو من غير ألف ومن غير نون. أيوة جيم، تمام كده. دعاة الشر يتفقون فيه ولا يرجون في الخير اتفاقا. جميل، يعني لما يكون في ناس متفقين على شر تلاقيهم يا سلام وصلوا الرأي أحلى رأي، لكن في الخير لا يرجون اتفاقا. نوع الواو في كل مما تحته خط في البيت السابق. قال لي والله سواء هنا او هنا فهي واو الجماعه، فرقت ايه؟ مش دي الفعل ودي الفعل؟ الاثنين واو جماعه، ضمير مبني في محل رفع فاعل، يعني يا اما اقول عليها واو جماعه يا اما اقول عليها ضمير رفع، يبقى واو الجماعه وواو الجماعه. اي الجمل الاتيه تشتمل على كلمه علامه اعرابها الواو؟ حينما تكبر السنابل يدنو، ده فعل مضارع مرفوع بالضمة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر. طيب والحليم لا ينطق فوه، أيوة إيه، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء، من الأسماء الخمسة. طب يتركوا لا ليه؟ قال لنا ده فعل مضارع منصوب، فعل
مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طب إذا سعى الناس إلى النجد إلى النجاح وجدوه، وجدوه، وجد ده فعل مبني، سعادتك مش مرفوع أصلا. طيب يبقى كده الوحيدة اللي صح اللي هي لا. حضر نقط حفل تخرجي، طبعا الأسماء الخمسة قلنا بترفع بالواو، يبقى أنا عايز حاجة فيها واو. طب ما أقول أخو، أخو مين؟ ما لازم أخو حد، أخو دي لازم يجي بعديها مضاف إليه، يبقى أخوك. طب فين المضاف إليه؟ الكاف. أقام المدير حفلا لموظفين الشركة وقد حضروا جميعا. تقريبا خدنا سؤال شبه، بص على الاختيارات كده، بيقول لي أي من الآتي تصويب للعبارة السابقة؟ أقام المدير حفلا لموظفي، تحذف النون عند الإضافة. معلش للإزعاج يا أولاد، صوت العربيات بقى والسيارات معلش أنا آسف، أنا بسجل كل مرة بالليل عشان أريحكم من الإزعاج. طيب تحذف النون عند الإضافة، وهنا حضروا لازم الألف، ده فعل مش اسم. طيب يبقى أقام المدير حفلا لموظفي الشركة وقد حضروا جميعا، هم موظفي، شلت النون، هذه حضروا الألف جميعا، وجميعا دي على طول حال يا ولد، حال منصوب. طبعا ليها قاعدة شاذة أحيانا ممكن ما تجيش حال على فكرة. ده بالنسبة للآلة الشمسية والآلة القمرية وأنواع الواو. كالعادة يا ولاد نشارك الفيديو طبعا لأكبر قدر ممكن على أساس الناس كلها تستفيد. هنلاقينا حسنتين حسنتين من وراكم. أي حد عنده استفسار عنده سؤال، هذه رقم التليفون. الواتس طبعا مش اتصالات. اللي عايز المنصة، أو يعني في ناس كتير بعيد في الأرياف في الصعيد مش عارفين يوصلوا لنا، تقدر الاشتراك يا أولاد موجود. حمل لي منصة القمة التعليمية، منصة القمة التعليمية ده على الأندرويد، منصة القمة الإلكترونية على الآيفون. هتحمل المنصة، وعلى فكرة الاشتراكات فيها رخيصة جدا يا ولاد، تقريبا بالشهر كامل يعني، أنا والله ماديا يعني مش حافظها قوي لأنهم هم اللي ماسكين كل حاجة، فبس اللي أعرفه تقريبا هي رخيصة جدا، الاشتراك الشهري بيبقى رخيص جدا يعني. هتلاقي موجود على المنصة الشرح، فيديو للشرح وفيديو للحل، في الامتحانات، في الملزمة موجودة بي دي اف، ولو في ناس عايزين الملازم أو الكتب توصل لغاية عندهم في شركة شحن بتوصل الكتاب. وإن شاء الله تكمل السنة دي على خير معاكم، وتعدي سلامات بإذن الله. أنا عارفكم قلقانين السنة دي طبعا، خصوصا مع التغييرات الجديدة والأسئلة المقالية اللي نزلت، لكن أقول لك الطالب المتوسط الأسئلة المقالية اللي نزلت دي مفيدة لي جدا يا باشا. أنت داخل الامتحان العربي ضامن 12 درجة لأسئلة المقالي، اللي منها 6 درجات مقالي تعبير يا باشا، 12 درجة مضمونين، 12 درجة مضمونين. يعني أنت كأنك داخل الامتحان، الامتحان بدل ما هو من 80 من 68. ليه؟ لان انت ضامن ال 12، انت واخدهم في جيبك. يعني دي بشرة حلوة وحاجة تطمن الطلبة وتريحهم شوية. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا يوفقك يا رب. كان معكم حمد الكاشف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.